اهلا بكم وحلقه جديده من الناس الحلوه. موضوع اللي انا هبدا بيه كلام النهارده موضوع الحقيقه هياخد منا سلسله من الحوار، مش مره واحده هنتكلم فيه عشرات بل اكتر من كده عشان نوعي الناس لخطر شديد جدا. عنوان خطير للغايه ومنتشر في العالم كله وفي الوطن العربي وموجود في مصر، بس موضوع مسكوت عليه. فزوره، هي فزوره، حاجه يعني تقعد تفكر فيها شويه قبل ما اصدمك واقول لك ان انا هتكلم عن التحرش بالاطفال. الكلمه دي واقعه عند ناس كتير قوي، بيكون في الاول واقع اشبه بالانكار. الانكار حاله مشهوره جدا في علم النفس، انه اول ما حد يسمع حاجه زي كده ممكن قوي دلوقتي حالا يفكر، اول ما يفكر ده مش هيحصل في ولادي، ده مش قريب مني، ده بعيد عني خالص. الكلام ده في منتهى الخطوره، انك انت تنكر في الاول. احنا بصدد جريمه، هو توصيفه جريمه، مفيش حد ينكر ذلك ابدا. الجريمه فيها جزء مرضي، لكن هو لن يخرج الامر عن انه جريمه. في ضحيه، في عوامل، في مشاركين في الجريمه سواء بالفعل او بالاهمال. فخلوني اكلمكم عن واحده واحده من الحاجات دي. اول العوامل هكلمكم عنها، هنتكلم في العوامل التي تتعلق بهذا الامر الخطير للغايه، تحرش او الاستغلال الجنسي او الاعتداء الجنسي على طفل. اول حاجه، ودي حاجه برضو يعني في منتهى الخطوره، ومش شرط كل العوامل تكون موجوده، لكن هذا العامل مهم جدا، هو انخفاض مستوى المعيشه. ناس كتير جدا عايشه في مكان عباره عن اوضه وصاله او اوضه بس، كل حياتهم هي اوضه، زي ما الفنان الرائع عادل امام مره في مسلسل في مسرحيه قال له انت عايش فين؟ قال له انا عايش في الاوضه. انت ومين؟ انا ومراتي وسبع عيال وامهم وامي، قاعدين كلكم في الاوضه، يعني سايبين الشقه كلها وقاعدين في الاوضه. يعني طبعا قال له يا سيد ده هي اوضه، في هذه الغرفه هي الحياه. والرجل ومراته ممكن جدا نتيجه نقص الوعي ونقص الثقافه المرتبطين بنقص المستوى الاجتماعي احيانا يعملوا علاقه زوجيه، ممكن هم بيتهيألهم منهم مش في حاله اطلاع او ما فيش حد مطلع عليهم، والاولاد مش شرط يشوفوا بس بعينيهم علاقه زوجيه او علاقه جنسيه. الكلام ده مهم جدا، ممكن جدا بودانهم يسمعوا. عشان كده ده شيء مهم جدا. برضو الحاجه الثانيه، مشاهده الافلام السينمائيه والمسلسلات اللي فيها مشاهد جنسيه. هقف عند الحته دي شويه. للاسف الان في نوعيه من السينما، مش مصرية بس، في العالم كله بيقولوا عليها السينما الواقعية. ومن ضمن الواقعية في السينما ان انا اطرح قضايا صادمة، وبدأ يكون هناك نوع من التسابق على طرح القضايا الصادمة، زي طرح قضايا الشذوذ. يعني يعمل فيلم كل الفيلم بيدور حول الشذوذ، وكأنه قضية يعني تستحق الدراسة مثلا من ناحية السينمائية، او يصور مشاهد مباشرة للشذوذ عشان يعني يغرقنا في الواقعية من وجهة نظر السينمائيين. دي قضية مش عايز ادخل فيها. المشكلة ان هذه الافلام توجد على الشاشة، مش الكبيرة بس، والصغيرة. ومن اللي قال الشاشة الكبيرة بمعزل على الاطفال؟ ما هي ممكن جدا الطفل يدخلها، ومفيش يعني زي ما بيقولوا براءة او مسوغ يخليني اعدي من خطورة عرضها على الاطفال في ان انا اكتب بلس 18 بلس 18 او بلس 16 او بلس 12 او بلس 95 او بلس 35. ده مش هيخلي الطفل يبعد. وبرضه دلوقتي في بعض الافلام اللي هو بيكتبه في الاول ينصح بالاشراف الابوي، ده مش معناه انه انا كده حميت نفسي، حميت نفسي كمقدم لماده فيلميه او حميت الاطفال هيتفرجوا، بل ان بالعكس ده عند الاطفال يعني مور اتراكتيف، جذاب بشكل اكبر ان انا الاقي بلاس 18. حاجه تانية كمان، استخفافنا بقدرات الاطفال مع التعامل او في التعامل مع الاجهزه الحديثه، من سواء الكمبيوتر، ايباد، الموبايلات. الطفل وسنه صغير جدا
ممكن يكون عنده قدرة عالية جدا على التعامل مع الأجهزة دي. ده بيكون أشطر أحيانا، بعض الأطفال بيكونوا أشطر في التعامل، أشطر في التعامل مع الأجهزة دي من الكبار، ويقدر يدخل على مواقع زي ما هو عايز. والطفل بطبيعته ما بيبقاش عنده قدرة على التفرقة بين الصح والغلط، فممكن جدا يدخل على مواقع إباحية، ممكن يدخل يشوف مواقع بالصدفة يكون أبوه أو أخوه كبير دخل عليهم وسابهم على الموبايل من غير ما يعمل لهم إريز، من غير ما يحذفهم. فالطفل شاطر، دخل بسرعة على الآيباد، فهم، عرف، اتفرج على مواقع جنسية، قد تكون مواقع جنسية بتعرض جنس طبيعي أو بتعرض جنس شاذ، وفي الطفل ما يقدرش يفرق، ما عندوش القدرة الإدراكية والوعي ومستوى النضج بتاع الحلال والحرام. كمان في حاجة مهمة جدا جدا هي الشكل المرضي للفعل. مرض الاعتداء او الميول، هما في الغرب عندهم درجات من طرح المشكله. فالميل الجنسي للاعتداء على الاطفال اسمه البيدوفيليا، والبيدوفيليا ده الان العالم الغربي كله وايضا المراكز المتخصصه يعني بتستغرق وقت طويل وبتستغرق امكانيات كبيره جدا في دراسه هذا المرض. البيدوفيليا عملوا تصوير بالرنين المغناطيسي على عقول او على البرينز بتاعت المعتدي الجنسي، المعتدين الجنسيين على الاطفال، فوجدوا يعني انه في عوامل مشتركه مهمه جدا في هؤلاء المجرمين اللي هم مصنفينهم على انهم عندهم مرض البيدوفيليا. من ضمنها اولا حجم المخ الخاص بمريض الاعتداء او مريض البيدوفيليا، لو مريض الاعتداء الجنسي على الاطفال حجمه اقل. ايضا نسب ذكائهم منخفضه بشكل ملحوظ. وجد علاقه برضو في دراستهم ما بين نسبه الذكاء المنخفض وبين سن المعتدى عليه، السن اللي بيرغب او ممكن يقدم المعتدي على الاعتداء عليه. فوجدوا انه كلما قلت نسبه الذكاء عند هؤلاء المجرمين، هؤلاء برضه هرجع اصنفهم على انهم مرضى البيدوفيليا، كلما كان سن المعتدي عليه كان اقل، كان اصغر. باحثين كنديين وجدوا علاقه وثيقه بين عدد الاصابات في الراس في مرحله الطفوله وبين كمان او تواجد هذا العدد الكبير من الضربات على الراس وبين انهم يتحولوا الى معتدين جنسيين في المستقبل. فلقوا انه الطفل لما بيتعرض الى خبطات عديده على راسه على دماغه ده ممكن يتحول في المستقبل. دي دراسه كنديه. في دكتور مشهور قوي اسمه جورجي بوليستيمي، ده عمل دراسات قال انه في فرق بين الميل وبين الانخراط او الولع. فقالوا انه قال في دراسته انه المساله تبدا بميل الاعتداء على الاطفال عند اولئك المرضى المصابين بالبيدوفيليا، هذا الميل ينقلب في مرحله لاحقه الى ولع. لكن مرض خطير جدا، ولا ينفي وجود هذا المرض أنه من يرتكب هذا الأمر هو في النهاية مجرم. برضو لازم نفهم أنه عدد الاعتداء أو وصل الاعتداء الجنسي على الأطفال إلى أرقام مرعبة مرعبة. الاعتداء الجنسي على الأطفال وصل إلى 30% من الأطفال. الاعتداء الجنسي على الأطفال مش شرط يكون ممارسة فعلية، مش شرط يصل إلى الممارسة الجنسية الكاملة، لكن ممكن جدا الاعتداء الجنسي على الأطفال يكون بالملامسة، بالتقبيل، بتحسس الأعضاء الجنسية، بالقرب، بالضم الغير مبرر، بالحضن غير المبرر، أيضا بالكشف عن الملابس، أيضا بالاستعراض أو عرض الأعضاء التناسلية للذكور بالنسبة للأطفال، أمر في منتهى الخطورة. أيضا إجبار الطفل أو إغراء الطفل بمشاهدة مشاهد جنسية مع البالغ. المخيف أنه كثير من المعتدين الجنسيين على الأطفال هم يمتون للأطفال بصلة قرابة أو بصلة قد تكون صداقة.
صديق للعيلة، قريب للعيلة، قد يكون أيضا جار، ليس هناك مستبعد من المعتدي جنسيا. الآباء والأمهات عندهم حالة من الحالات الطبية التي ينبغي أن نقف أمامها جدا، وهي حالة الإنكار. حالة الإنكار حالة تشبه حالة الهروب من الواقع، وهي هروب إلى منطقة التصديق الكامل بأن طفله عنده مناعة أو محمي بشكل أو بآخر من الاعتداء الجنسي الذي أتحدث عنه، رغم أن أنا قلت أنه 30% من الأطفال الآن في العالم سبق لهم الاعتداء الجنسي. ساعات قدام الإنكار في حالة تانية من حالات اللي نقدر نقول عليه الخوف الشديد الغير مبرر، اللي هو بقى ينقلب الأمر إلى وسواس قهري، يعني نوع من أنواع الوساوس القهرية، إنه يصبح عند الأب أو الأم وسواس بأن طفله محرض دائما إلى اعتداء جنسي. الإنكار خطر جدا وغير مفيد، والوسواس واعتقاد الأب والأم بأنه أولادهم في خطورة مستمرة أيضا، ده شيء مرضي وده شيء ممكن يدمر حياة الطفل. والطفل الذي يتعرض إلى اعتداء جنسي أساسا يتعرض إلى شيء مهم جدا من الأعراض أو مجموعة من الأعراض في منتهى الخطورة. أول شيء عايز أنبه عليه قبل ما أتكلم على الأعراض بالتفصيل هو أنه معظم الأطفال لا يظهر عليهم أي حالة واضحة، كتير جدا من الحالات يتعرضون لاعتداء جنسي ولا يظهر عليهم أي شيء، فدي نقطة هنقف قدامها شوية. لكن في أعراض كتيرة جدا، يعني ممكن جدا يحس الطفل أنه دائما بعد تعرضه لهذه الحالة أنه عنده حالة من حالات الدونية أو النقصان، أنه أقل من الأقران، ويحس دائما بعدم الثقة، عنده إحساس دائما بالخجل والتواري، لأنه في جزء معين من شعوره ويحس أنه ارتكب أو أخطأ خطأ كبيرا. أيضا يرى الجميع، أحيانا بعض الأطفال يرون أنه الجميع قد يكون مشاركين بشكل أو بآخر أو مجرمين، الكل مجرم. أيضا قد تظهر على الأطفال الذين تعرضوا لحالات تحرش جنسي أو اعتداء درجة من درجات الاكتئاب، والاكتئاب ليس بعيدا على الأطفال. أيضا هناك روابط كثيرة جدا ودراسات عديدة ذكرت علاقة وثيقة بين من تعرضوا للاستغلال الجنسي أو الاعتداء الجنسي وبين أنهم يتحولون إلى شواذ جنسيا في المرحلة المتقدمة أو المتأخرة من عمرهم. أيضا هناك حالة مرضية أنه يرتبط بجزء معين من أجزاء جسمه، هذه حالة مرضية، يصبح عنده الجنس متمثل في أجزاء معينة من جسمه. حاجة مهمة جدا أنه بالتأكيد سيكون ده في كل التقارير الطبية أنه سيعاني من اضطراب مؤكد عميق في علاقته الزوجية، وقد يكون هذا الاضطراب في أكثر من صورة، قد يكون عنيف، قد يكون عكس العنف هو السادية نسبة إلى الكونديسات، ده كان مشهور برغباته العنيفة، أو أن يكون ماسوشيزم يتحول إلى متقبل للألم، أنه يكون عنده دونية وبالتالي يكون عاشق أن يتم إيلامه باستمرار. في كل الأحوال هو سيتحول إلى إنسان محاق من ناحية نفسية. أيضا لازم نفهم أنه كثير جدا من الأطفال اللي بيتعرضوا لهذه الحالة بيلجأوا أحيانا إلى المخدرات كنوع من الهروب. لازم ننقل خبرات تشخيص هذه الحالة إلى الجميع، يتحدث الأب إلى زوجته إلى مراته، تتحدث الزوجة إلى زوجها. فكرة الإنكار والهروب من الواقع شيء غير محبوب على الإطلاق، وأيضا ينبغي أن تتحدث مع أطفال. أولا الطفل عندما تريد أن تنبهه أو تأخذ منه نوع من الاعتراف لا ينبغي أن يكون ذلك بقسوة أو
بشكل استجوابي. ينبغي أن تتحدث الطفل أولا، ينبغي أن تتحدث له وأنت واضح على ملامحك عدم الانزعاج، وأن تسأله بشكل فيه نوع من الهدوء، هل تعرضت إلى حالة من حالات التقرب من أحد؟ هل أحد حاول أن ينزع ملابسك؟ هل حد حاول أن هو يعني يفرجك على أشياء من موبايله أو من الآيباد بتاعه؟ لازم أسأله بهدوء شديد جدا، ولازم أنهي حواري معاه بدون أن أزعجه بحالة من اللوم أو أظهر غضبي عليه، بل لازم أبين له أن أنا حنون جدا في سؤالي، لازم أبين له أن أنا يعني مهتم جدا باللي هو قاله، ولازم أبين له أن أنا قريب جدا من فكره، قريب جدا من ومصدقه. وبرضه في علم النفس هناك خيال عند الأطفال، ينبغي أن أستطيع أن أفرق بين خيال الطفل وبين واقعية السرد، بين الحوار الحقيقي وبين ربما حوار خرج من عقلية الطفل. لكن لم في المقام الأول ينبغي أن أضع أن في الاعتبار أنه هذا الطفل يتحدث أو يتكلم معي بصراحة بدون أن يكون كاذب. التحرش الجنسي بالأطفال ليس أمرا سهلا، ليس أمرا هينا، ليس مرضا عاديا، هو مرض له عوامل كثيرة، منها اجتماعية، منها عوامل نفسية، منها عوامل غياب الدين، عوامل غياب الفهم الحقيقي للدين. لكن في النهاية كل طفل تعرض للاعتداء الجنسي ولم يلقى الاهتمام هو مشروع لمعتدي قادم، وهو مشروع لشاذ جنسيا، هو مشروع لمريض نفسي قد يصل المرض النفسي الخاص به إلى مرحلة في منتهى الخطورة، في علاقة وثيقة بين القتلة اللي بيسموهم أصحاب القتل التسلسلي أو أصحاب القتل المتكرر اللي عندهم نهم للقتل، وبين الاعتداء الجنسي عند الأطفال. موضوع في منتهى الخطورة، ولكن سيبقى حلقات وحلقات نتحدث فيه في واحدة من أخطر الظواهر، ليست في مجتمعنا فقط ولكن في مجتمعنا أقل ما يمكن، هي في المجتمعات الغربية أكثر خطورة من الموجود في المجتمعات العربية بكثير، ولكن الفرق أنهم يدرسونها بدقة ونحن ما زلنا في حالة إنكار. خليكم دايما معنا، سلام. عندنا كذا طول دلوقتي أو كذا طريقة أن احنا ممكن نشد الوش بدون جراحة. شد الوش أو الوش متهدل احنا دايما بنقصد التلت التحتين، أي حاجة ممكن المريض يتخيل الفيلر تعملها الدهون برضو ممكن تعملها. الفيلر في الأنف أو عند الأنف يصلح إيه؟ معظم عيوب الأنف دلوقتي ممكن تتصلح بالفيلر حتى بالدهون كمان. إيه الفرق بين الفيفاتش والهايفو؟ الهايفو شد أكتر. أنا الفيفاتش أعتقد أنه بيديك نضارة أكتر يعني.